بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من الشخصيات القوية جدا والرائعة جدا وفي تبعيتها الله في العهد القديم شخصية كالب ابن يفنة. أشهر قصة لي أو من أشهر القصص لي لما موسى اختار 12 واحد من الأسباط، واحد من كل سبط، وبعتهم يتجسسوا الأرض. القصة موجودة سفر العدد إصحاح 13 و14 بالتفصيل. رجعوا مختلفين 10 و2. احنا هنتكلم على الاثنين، مش هنتكلم على 10 المرة دي. الاثنين قالوا كده نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها، اللي هم يشوع وكالب ابن يفنة. يوم الله يعد كالب على لسان موسى النبي يقول له كده الأرض اللي انت رحت تجسستها دي هتاخدها، لما نعبر هنديها لك. التجسس ده كان في بداية المسيرة، كان ساعتها كالب عنده 40 سنة. هو بيقول كده في يشوع 14. لما دخلوا الأرض كان كبر شوية، كبر حوالي 45 سنة، كمان بقى 85 سنة. كان في حاجة ثابتة في حياته شهدها له الكتاب المقدس حوالي 6 مرات يمكن على الأقل. بعد سفر العدد إصحاح 14 وعدد 24 يقول: وأما عبدي كالب فمن أجل أنه كان معه روح أخرى وقد اتبعني تماما. في سفر يشوع يقول نفس الكلام ده، بقى على لسان يشوع نفسه بيتكلم عن كالب. كالب بيطالب، يقول له أنا عايز الأرض اللي وعدني بيها الله موسى. يقول لهم إيه؟ وأما أنا فاتبعت تماما الرب إلهي. وبعد شوية يقول: لأنك اتبعت الرب إلهك تماما. ربنا بيسألنا كلنا وأنا أولكم، يا ترى بتتبعوني بكل القلب تماما ولسه القلب مقسم ومجزأ؟ كالب ابن يفنة خد كلمة الله ككلمة حقيقية. ربنا قال له روح شوف الأرض اللي أنا هديها لكم. شاف الناس عمالقة فعلا، وشاف الناس أقوياء، ده بجد 12 شافوا كده، لكن شاف أن الله أمين. الله اللي وعد أديك هذه الأرض هيديها لي، لأن هي كلمته وقدرته مش قدرتنا إحنا. اتبعني تماما. تعالوا نفكر بسرعة كده، واحد زي كالب يقعد 45 سنة. بص يقولوا هنا إيه، يقولوا هنا إيه، يشوع 14:10 يقول له كده: والآن فها أنا اليوم ابن 85 سنة، لم أزل اليوم متشددا كما في يوم أرسلني موسى، كما كانت قوتي حينئذ هكذا قوتي الآن للحرب والخروج والدخول. عايز يقول إيه؟ أنا مصدق ربنا. ربنا قال لي هتاخد الأرض دي، ولو بعد 40 45 سنة هاخدها. يقول لي في الأول كده الوعد اللي أنت مش واخده النهاردة، الوعد اللي أنت مش متمتعة بيه النهاردة، أنت مصدقاه وأنت مصدقه ولا؟ كالب صدق لأنه اتبع الله بكل قلبه، ولما صدق كذب، لأنه كده الإيمان يصدق ويكذب في نفس الوقت، يكذب العيان. في عيان مخالف، أنت بتقول إيه؟ ده إحنا شفنا الناس بعنينا، دول ناس أقوياء جدا ما أقدرش عليهم، وبعدين أنت بقالك قد إيه بتقول الكلام ده؟ هو صدق وعد الله وكذب العيان المخالف، العيان اللي بالعقل. ولك ما هو بالعقل، أصل ربنا عرفوه بالعقل، وربنا بتاعنا ما عرفوش بالعقل، عرفوه بالإعلان الإلهي وشدة قدرته زي ما بيقول الكتاب. يقول لنا كده، طب كان بيقول إيه كل يوم؟ كان بيردد: أنا حملك الأرض، وعد الله ينفذ. يقول لي دلوقتي وإنتي وأنا بنردد إيه؟ بنردد إن إحنا مغلوبين ومفيش فايدة والظروف زي الزفت وكل يوم بنرجع لورا، ولا بنقول إن الله صالح والله حقق وعد في حياتنا وما بتشيخش؟ اللي ماشي ورا الله لا يشيخ. 85 سنة يقول له قوتي اليوم، ده يوم ما رحت وانا عندي 40 سنة، وفي الاخر تعاين، عاين كالب وخد الارض. دعوة نحن نعاين وعود الله، بس اول حاجة نصدقها، نكذب العيان المخالف، نردد وعود الله مش اكاذيب ابليس،
ونصدق ان هي لن تشيخ وفي الاخر نعاين. ربنا يفرح قلوبكم بمعاينه وعود الله متحققه في قلب وحياه كل واحد فيكم وكل احبائكم. الرب معكم.